الاهلي خد الدوري عن جداره واستحقاق. صحيح انه احيانا بعد المنافس شويه بيسهل لك الامور، لكن مش معنى كده انك انت ما بذلتش كل الامور اللي تخليك رقم واحد عن جداره واستحقاق، من تعب، من تدريبات، من اصرار، من استقطابات لعيبه مميزين في اول سنه او في يناير، جهد من مدربين، فكل ده هو اللي توج النادي الاهلي انه يحقق القياسات دي. مش بس انه 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 المنافس كان بعيد شويه، يمكن احنا في سنين اخرى كانت الامور بتحسم في اللقاء الاخير، يمكن الناس عشان كده بتقول عشان الفرق كبير قوي، حوالي 18 نقطه، فرق كبير جدا عن الثاني اللي هو الزمالك. كانت ساعات بتبقى مباراه فاصله بيننا وبين الزمالك في اخر مباراه، او احيانا مع النادي الاسماعيلي في اكتر برضو من بنستنى للدقيقه الاخيره في المسابقه عشان نعرف لكن مين البطل. ده لا يمنع انه مش ذنب النادي الاهلي انه ماشي صح وبيأدي صح.